صحة أثر رهان أبي بكر مع القوم على انتصار الروم على الفرس في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الحديث صحيح بطرقه. أن أبا بكر رهن على الشرك أن الروم ستنتصر على الفرس في خلال سنة أو سنتين، فمرت السنوات لما نزل قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، مرت سنتان لم تنتصر الروم. فقال المشركون لأبي بكر: ائت بالفلوس إذن قبل نزول تحريم الميسر. فقال: لا بأس، لكن هل توافقون مدها سنين أخرى؟ فوافقوا. لما ذهب أبو بكر إلى الرسول فقال له الرسول: البضع يمتد إلى 9 محاصيله. فرهن رهانا آخر وكسب الرهان. غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد.